استنى استنى، سلم عليا سلم عليا. مستعجل ليه يا حبيبي؟ ها مستعجل ليه؟ خلي بالك من نفسك ها، واي قلق اي دوشه في الاستاد اي حد يكح جنب ودنك ماليش دعوه، تاخد بعدك وتطلع من الاستاد على طول، سامع ولا لا؟ وتسيبه ده، تسيبه مالكش دعوه بيه، هو هيتصرف، هو كبير. ايه يا ميرا؟ ايه يا ميرا؟ اهون عليكي؟ طيب اهون عليا، مش انت اللي بتقويه؟ تهون عليا يا موسي دي بقى، هو ايه يا هيثم؟ يعني هيروح على حرب؟ بس اسكتي خالص انت، انا اعصابي مش مستحمله اصلا. طب واللي يروق لك اعصابك؟ انت عايزه ايه؟ ناويه على ايه يا بنت انت؟ شوف يا حبيبي، كون ان يكون لك اولاد اذكياء ده كوم، كون ان يكون لك اولاد خبثة ده كوم تاني خالص. ساره اختك دي مش سهله خالص، هاديه ومهذبه ولطيفه، بنتي طالعه لي في كل حاجه، في حاجات بقى طالعه فيها لجدتها، عندها قدره عجيبه انها تقنعك بحاجات تبدو سهله وبريئه ومنطقيه خالص، فجأة تلاقي نفسك لابس في الحيطة وانت مش فاهم ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاب الحيطة دي هنا؟ وايه اللي خلاك تلبس في الحيطة دي بهذا الحماس؟ طلع لمين؟ مش انا. انت لسه ما كستيش، الفيلم هيبتدي. ما انا اهو لبست اهو. سارة بقول لك ايه يا سارة؟ ما تخلينا نقعد في البيت بقى ونتفرج على فيلم دي في دي واعمل لك بوب كورن واللي انت عايزاه. يا ماما بقالنا شهر ما خرجناش من البيت، واصلا الناس بتخرج عادي، ايه اللي هيحصل؟ انت يا بنتي دي بتكروتيني كده ازاي؟ بتقنعيني بحاجات انا مش عايزه اقتنع بيها كده ازاي؟ ها يا ماما، دي خروجه بنت مامتها، يعني ايه اللي هيحصل؟ بيعملوا بوندنج. بس اوعي تجيبي سيره لتيتا. ها اصل ايه ما تجيبليش سيره عن ايه؟ وموضوع ايه اللي كنتوا بتتكلموا عليه؟ موضوع ايه؟ ها انتوا رايحين فين ومش عايزين تقولوا لي؟ احنا رايحين فين و إيه؟ مام ايه وخيبه ايه؟ قولي لي يا بنتي انتوا رايحين فين؟ نيولي مليلة. عموما ايا كان المكان اللي انتوا رايحينه انا هاجي معاكم، انا بقالي كتير ما خرجتش وجالي مزاجي بقى اخرج معاكم النهارده، رجلي على رجلكم. قلتوا ايه؟ بدل بوندنج واحد بقوا اتنين، دبل بوندنج، ماما وتيتا. مبسوطة؟ طبعا مبسوطة جدا، هروح البس هروح البس بقى. البسي البسي عشان خارجين، يلا البسي علشان خارجين. الشنطة فين؟